السلام عليكم، حياكم الله. عندنا الآن صيانة حق سكوتر شاومي. طيب، وهنا المفاجأة، زي ما هو واضح البطارية صغيرة، إذا تشوفون السعة 5100 ملي أمبير. للأمانة شفت موديلات سابقة تجي 12000 ملي أمبير، يعني ضعف هذه وزود. فلما تاخذ سكوتر ضروري تشوف البطارية كم أمبير، كل ما زاد الامبير فترة التشغيل تصير اطول معك، فبالتالي بدل ما تجي الساعة يجي الساعتين 3 ساعات 4 ساعات، فيعتمد على امبير البطارية. عندنا البطاريات حق السكوترات 6600 ملي امبير، وهنا 7800 ملي امبير. لو عندك هذه نقدر نبدلها بهذه، فبالتالي تجلس معك ساعة تقريبا استعمال اكثر. عندنا هنا من العجائب مسجل هنا 48 فولت. طيب، السكوتر كامل اصلا 36 فولت، ما يجي منه 48 فولت. ايضا الكنترول 36 فولت. بقيسها لكم بالفولتيمتر ونشوف. الان هذا جهاز الفولتيمتر مسجل 40 فولت، وهذا طبيعي، سبق اني شرحته في اليوتيوب ليش الفولت يكون اعلى من 36 فولت. طيب شوفوا الان وش لاحظت، ستيكر هان، شوفوا 36 فولت، 6000 ملي امبير. شفتوا كيف القش والتلاعب؟ مع الأسف التزوير والغش في جميع المجالات، مو بس السكوترات والعاب الأطفال، حتى بالسيارات والأمور الثانية والجوالات وغيرها، فلازم تنتبهون يا أخوان.